أفاد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة بأن مصالح وزارته تقاوم حملة شرسة من طرف بعض المخابر الأجنبية التي تستهدف الإضرار بسوق الأدوية المصنوعة محلياً، والتي عرفت انتشاراً واسعاً حيث تلبي حالياً 72% من حاجيات المواطن الجزائري. نقاوم حملة شرسة ضد الأدوية المصنوعة محلياً، بالأخص تغطية السوق المحلي، وتقدم ب 72% من احتياجات الوطن، وهذا خلات كل ما هو مخابر أجنبية. هذه الحملة انطلقت منذ شهرين بسبب تحسن الانتاج المحلي من الأدوية وتميزها بالسعر المنخفض، وهو ما يؤكده رئيس نقابة الصيادلة المعتمدين سمير وعلي لقناة الاقتصادية الأولى. الأدوية الجزائرية خطط كاملها في ناحية التصنيع، ناحية الكفاءة، شوفوا بلي هناك بعض الأدوية وبعض المصنعين أو الخواص اللي رغم عندهم تراخيص أنهم يصدروا هذه الأدوية حتى للدول الأوروبية وبعض الدول في شمال أمريكا، وعندهم اتفاقيات وكذلك الأدوية تاعهم راه مصادق عليها من قبل طرف وكالات الأمن الدوائي الأوروبية أو الأمريكية. إن إنتاج الأدوية لا يكون إلا من طرف مؤسسات صيدلانية معتمدة من طرف مصالح الوزارة ووفقاً لقواعد الممارسات الحسنة للإنتاج وفق المعايير المعمول بها دولياً، حيث تشمل مراحل تسجيل الدواء، مراقبة جودة المنتوج النهائي في موقع المؤسسة الصيدلانية، وإعداد شهادة المطابقة قبل إبداء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية رأيها في الملف، وإعداد مقرر التسجيل.